يعني مشاهدينا مرت وعم بتمر أيام الشهر الفضيل بسرعة، والكثير منا راح وما ضل إلا القليل. بهذا الشهر بتتغير الأنفس وبتتحسن نفسيات البشر نحو الأفضل بسبب العبادة والطاعة والأمور يلي بتتطلب التغيير الإيجابي. وكمان أكيد في عالم يعني يا ورد مثل ما بتتحسن للأحسن، كمان في عالم ترجع لورا للأسف بتاخد رمضان شماعة، للأسف بتاخد من رمضان الأكل والشرب بس، وما بتاخد منه القيم والأخلاق الفضيلة. عم نحكي عن نسبة ضئيلة يعني، بس الغالبية العظمى فعلا برمضان بياخدوا روحانيات إيجابيات طاقات حلوة وبيكملوا فيها بأيام الشهر الفضيل. لكن ترجع حليمة لعادتها القديمة بعد ما يخلص الشهر الفضيل. هذا التغيير ممكن يكون له آثار إيجابية يمتد معنا لبعد العيد وبعد رمضان، ويكون درس إلنا نحافظ من خلاله على سلوكياتنا وعاداتنا. مثل ما منقول مثلا، رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، العبادة، الروحانيات، الإيجابيات، القيم البناءة، هذول اللي لازم نحطهم بزوادتنا لل 335 يوم المتبقين ما بعد رمضان. غدرة النجم اختصاصية اجتماعية مشكورة الأستاذة، صارت موجودة معنا لحتى ناخد منها طرق تساعدنا نحن وأفراد أسرتنا نكمل ما بعد رمضان بقيم الشهر الفضيل. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم عليكي. يعني مثل ما ذكر ورد، ذكر كلمة كتير مهمة، 350 أو 65 يوم بالسنة إنه نحاول نحن نأخذ من الشهر الفضيل الطاقات والإيجابيات والعادات ممكن اللي كنا عم نتصرفها واكتسبناها. في أشخاص كتير يعني هلا هيك نبلش بهالمنطق، برمضان بتصوم بتصلي، ما بتحكي على العالم، ما بتعمل نيمة وما إلى ذلك، يعني بتبعد كل البعد عن التصرفات السلبية. ولكن مجرد إنه يجي الـ يعني يوم الوقفة بما معنا، ما شاء الله خلاص كل الأمور بترجع رواء، بتلاقي نفسيتها مثل قبل ونسيت. وفي فصل كتير كبير بيكون بين هذا الشهر، يعني هذا الإنسان بتشوفيه بهذا الشهر ما أحلى صلاة صيام كذا، بعد الإفطار أو بعد ما يخلص شهر رمضان ترجع لعاداتها ولا كأنه صار شيء. شو هو السبب بهي المشكلة اللي عم بتصير؟ هلأ بداية موضوع اكتساب العادات أو التخلي عن العادات، خلينا نقول هو موضوع كتير صعب على فكرة، وبحاجة عن جد لطاقة كتير كبيرة ولقوة إرادة هائلة. مو بس لقوة إرادة، كمان لإدراك أنه أنا صار الوقت تبعي لحتى غير، إضافة أنه بحاجة لحتى تكون البيئة اللي حوالي المحيطة كتير مشجعة ومساندة لإلي، وأكيد للمحفز. بحالة الشخص اللي حكينا عنه بالمثال هلأ، المحفز تبعه بيكون مؤقت مانو دائم. هلأ لما يكون المحفز دائم بالنسبة له، فهذا الموضوع فعلا يتحول عنده لطبع خلينا نقول، ولعادة خلينا نقول كمان، وبيقدر يستمر فيها لما بعد رمضان. بس اللي بيصير أنه يمكن خلينا نقول الإشي اللي بيكون عم يفكر فيها لما يغير هاي العادة ما نبات أساس متين أو أساس جيد، فلهيك هو للأسف بيخلص رمضان بيخلص منه. والموضوع معنه سهل أبدا، لأنه أنا لما عم بحكي عن عادة فأنا عم بحكي عن سلوك عم يتكرر لأكثر من مرة، خلال فترة كتير تمام كبيرة. أنا عم بحكي عن زمان، عم بحكي عن مكان، عم بحكي عن جهد عم يتكرر بكتير أيامات وأوقات، وعن جد بطريقة أفعال معينة. فهو أمر معنه هين أبدا. تمام صحيح. يعني ممكن تبلش العادة مثل ما حكينا من شوي إنه تكون تراكمية يومية، ما لها محسوسة باليوم، ولكن بعد شهرين ثلاثة تظهر بسلوكيات وتظهر قول ايه لانه انا هيك كنت عم بعمل. طيب باقي لرمضان ينتهي 5 أيام تقريبا، كيف بدي انا اطلع من رمضان بحقيبة قيمية اخلاقية ما اتركها مع اول مدفع الافطار؟ ان شاء الله. لا اكيد هلأ كتير مهم أنه أنا حفز نفسي قولاً واحداً. يعني أول شيء النجاح هو على فكرة عادة ما نفعل، يعني الناجحين هن أشخاص اعتادوا على فعل أمور معينة. فأنا كشخص حتى أقدر أكون ناجح بحياتي ومتميز، أنا بحاجة ليكون عندي عادات إيجابية، بيكون أنا بحاجة لحتى ألمس تماماً ما هي العادات السلبية اللي عندي اللي عم تعيقني بإني أتقدم وأتطور. فأنا كحدا لحتى كرس هاي العادات عندي، مهم كتير أني أبحث عن المساندة وعن التشجيع. خليني أقول سجل بنفس الوقت
شو هي الاشياء او العادات اللي انا مفروض انه اكتسبها لحتى اتطور، وبنفس الوقت شو هي المشاعر اللي حتكون لما حاخذ هي العادات. هلا هذا الموضوع يعني يمكن يكون يعني لبرهة او الواحد اول ما يقرا تماما يحسه انه او صعب او سخيف، لكن هو على فكره كثير بيجيب نتيجه، لانه العقل الباطن دائما بيربط بين الصوره الذهنيه والمشاعر اللي بنكون حاسين فيها حسب انا شو عم بعطي توكيدات ايجابيه او سلبيه لنفسي. تماما، فكثير مهم حتى حافظ على العادات بالنسبه لي يكون عندي بالدرجه الاولى قوه الاراده اللي هي اوريدي شهر رمضان قائم عليها. نحن ليش بنقول شهر رمضان هو مهم لحتى اكتسب عادات جديده او اتخلى عن عادات سلبيه؟ لانه ببساطه هو قائم على ضبط النفس، فكره انه انا اترك وجبات الاكل او الطعام او انه حتى احرص على اني اعمل كل شيء لحتى يصح صيامي من اخلاقيات واساليب وتعامل، هذا الشيء ما نهين ابدا. فهو اوريدي هذا الشيء متاح فيه كضبط نفس، اوريدي الناس كلها قاعده عم تعمل نفس الشيء، فالبيئه مناسبه مسانده مشجعه. وبنفس الوقت اذا بدنا نحكي على التوقيت، كثير من الدراسات اللي بتقول لحتى يكتسب اي حدا عاده جديده هو بحاجه وسطيا ل 21 نهار، فنحن عم نحكي عن شهر رمضان هو تقريبا 29 او 30. فاي عاده انا بدي اكرسها او اخذ قرار باني اكتسبها كثير مهم اني بلش فيها بشهر رمضان، لانه الروحانيات اللي موجوده فيه بتعطي طمانينه وسكينه وطاقه اكيد لحتى اقدر اني اكمل. صحيح. طيب هلا حكيتي كلمه كثير مهمه واللي هي البيئه. هلا نحن اذا بدنا نطلع على البيئه اللي موجوده حاليا للاسف هي ما نا البيئه المثاليه، بيئه تختلف عن بيئه اهالينا بايام زمان، لانه هلا حاليا طاقه السلبيه موجوده، الشر موجود بشكل كبير، اكيد ما فينا نعمم ولكن هذا الواقع اللي نحن عم نعيش فيه. لما بيقولوا لك السعاده قرار والسعاده معديه، انا مع هذا الكلام، بس انا كيف بدي اخذ هذا الموضوع على محمل الجد اني انا اكون بكامل الايجابيات وبكامل الروحانيات الجميله والعالم عادات الجميلة، ولكن المحيط حواليه كله عكس هيك. فأوقات صرنا لما منشوف حدا طيب أو حدا منيح أو حدا عم بيتصرف بعادة بنقوله يا زلمة قد ايه قديم مثلا، إنه لسه في حدا مثلك والله كلاسيكي. كذا أنت اللي رح تاكل آخر شيء. كيف بدنا نكون هيك يعني نوازن بين هالواقعين يلي نحن عم نعيشهم بتناقض كتير كبير؟ يعني الحياة بدها تستمر، يعني هو بالنهاية اللي عم يمرق علينا حالياً مرق على كتير أشخاص من قبلنا، يعني بالنهاية الحياة ما بدها توقف. كتير مهم إنه أنا إيش حد الهمة، كتير مهم إنه أنا فكر دايماً بالشيء الإيجابي، فكر بولادي، فكر بالجيل اللي جاي. إذا أنا بدي أتعامل مع الأمور المحيطة فيني بطريقة يعني سلبية حقيقة، يعني هذا شيء ما يعني ما ممكن يكون مقدم. لا ما بدي أتعامل بسلبية، بواقعية عم نحكي. أوكي، نحن ما ضد الواقعية، من حقنا إنه ناخد فرصة مثل ما بيقولوا فترة لحالنا، نعالج مشاكلنا بطريقتنا، نعالج مشاعرنا، نزعل، بس أوكي الحياة ما حتضلها هيك. من حقنا إنه نسمح لنفسنا أكيد نكون زعلانين بمرحلة، بالنهاية بدها تكمل الحياة. يمكن لما كنتي عم تحكي عن البيئة وأنا كنت عم بتذكر إنه هي البيئة هي الناس الكبار الصغار الأولاد، أنا كتير فكرت بالأطفال، كتير فكرت بهدول الأشخاص اللي عم يطلعوا فينا نحن ككبار، قديش نحن عم نتعامل مع الأمور بسوداوية، شو حأترك لهم؟ كيف حأقدم لهم؟ يعني إذا أنا برمضان اللي هو شهر الطاعات وشهر الطمأنينة والسكينة يعني وشهر الراحة والفرحة، ومثل ما بيقولوا العيد فرحة ورمضان فرحة، إذا هن شايفيني عم بتعامل بسوداوية ضمن هي الأجواء، شو تركت لي؟ تمام، بلشوا الناس من هلا ينقوا يندبوا بعض الناس إنه ظروفنا صعبة، يلا يخلص رمضان ونخلص من عجقته ونخلص من ضغوطاته، ما عم بقدر وازن وإجا مصروف العيد وكذا. منفهم منقدر، بس مثل ما ذكرتي أستاذ الأطفال ما بيقدروا يقدروا. يمكن مهم نكتسب بهاي الفترة عادة التعامل مع المشاعر الانفعالية مثلا أو الغضب، هي واحدة من العادات اللي مهم أنا أني أتعامل معه. الصبر والله هي أنا رمضان علمني هالقصة أنه شو ما صار يلا معلش. هلا كنت عم أقول بالمحاضرة قصة أنه مهنتنا نحن مهنة اللي يلا معلش، هيك بسميها يلا معلش، انه صار في شيء شغله مستجدات يلا معلش. هاي الظروف استاذ ورد هي بتساعدنا كثير نكتسب عادات، يعني انا عم بحكي عن صبر، عم بحكي عن التعامل مع الغضب، عم بحكي احيانا حتى عن التدخين وكيف اتركه، عم بحكي عن الغيبه والنميمه، عم بحكي عن الانتقاد اللي طول الوقت هو لاذع بالنسبه للاشخاص المحيطين فينا وعم يشكل كثير مشاكل وبعد بالعلاقات الاجتماعيه. هي فرصه كثير مناسبه بشهر رمضان انه اكتسب هي العادات. طيب، ولقنها للاطفال. سؤال، ليش بترجع حليمة لعادتها القديمة؟ ليش بعد رمضان مثل ما قالت سارة من شوي كمان
بتلاقي الواحد خلص أطلقت الشياطين من جهنم، نحن فاتحين ذراعينا. قد يكون هو ما أخذ، تمام، قد يكون هو ما أخذ القرار تماما، يعني قد هو ما شايف أنه هو هذا الوقت المناسب لحتى غير. بيجوز كان بهي اللحظة قاعد عم يعمل، تمام، بيجوز كان عم يعمل مراقبة قدام المحيط اللي حواليه، لأنه مو حلو إنه الكل صايم فأنا معكم، إنه أنا لازم هيك أعمل، الكل عم يصلي التراويح إنه عيب بحقي أبي وأخي وكذا، فأنا بوقف بصلي. الكل عم بينزل صورة على الانستغرام إنه رمضان وهلال وفانوس وكذا والسوشيال ميديا، هذا الشيء اللي كنا عم مهم كثير بعملية التغيير، إنه أنا أعي تماما وين مشكلتي، وأعي تماما إنه الوقت صار مناسب لحتى بلش. هلا القصة كثير بتخضع أكيد أكيد لقوة الإرادة قولا واحدا، وهذا اللي بيفرقنا عن الأطفال على فكرة. برجع وبقول يعني هلا بتلاقي الكبير كثير صعب عليه ليكتسب عادة جديدة، بس أسهل من الأطفال عندهم ما في، لأنه نحن اللي بخلينا نحن الأشخاص اللي بدنا ناخذ عاده جديده، اللي بس اللي بخلينا ناخذها هو قوه ارادتنا. بس الطفل لا، الطفل في وراه بيئه شيلك عن الاراده، حتى مسؤولياته المشتتات اللي حواليه اقل مننا، في وراه ام مثلا حريصه على انه ياخذ العاده او اب يذكره بهي العاده. صحيح. بس نحن بالنسبه لنا ما لازم غير... يكون انا ام نفسي وانا اب نفسي. أها. ما في غير قوه ارادتي، لان بقدر بكل بساطه نيمها وإلا يلا ارتاحي شوي وحكمل. طيب. لهيك الاطفال حكي. اسرع مننا بهذا الموضوع. طيب في حال عدم التغيير وانا ما اخذت قرار وعايش حياتي بالطول وبالعرض، ما عم بتضايق لاني ما اخذت قرار وماني متضايق اني اخذت قرار، يعني عايش الحياه مثل ما بيقولوا كل يوم بيومه، قديش ممكن هذا الشيء ياثر علينا، على نفسيتنا، على شخصيتنا، على المحيط تبعنا، على الاهل تبعنا؟ هل صح يعني اغلب العالم هلا بسوريا عم نسمع عم بيقول لك انا عايش كل يوم بيوم وكل لحظه بلحظه لانه ما بعرف شو الله كاتب، هل هذا الشيء صحيح وخلص بقى بنترك كل شيء وبنترك القيم والافكار والمستقبل والتخطيط وكيف ممكن طور حالي بالمستقبل ولا لا؟ اكيد لا. اذا عم نحكي نحن لحتى نربط الموضوع ونرجع للقواعد سالمين كما يقال، العادات الايجابيه لما تكون موجوده كثير بتريح الشخص على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، لانه انا عم بحكي عن شخص بفضل هاي العادات صار عنده روتين، فصار عنده تنظيم، وهذا التنظيم سينعكس قولا واحدا على علاقاته مع عائلته، مع اطفاله، مع الشريك، مع اصدقائه بالعمل. هذا رح يعطيه شيء من الهدوء ليقدر يتعامل مع القرارات والمواقف الصعبه اللي مثل اللي عم نعيشها هلا حاليا. يمكن موضوع العادات الإيجابية بصراحة بيكتشف الشخص أنه في كتير مراحل من فشله خلينا نقول أحياناً بالعمل أو تراجعه بالعمل، أنه عنده هاي العادة ما جاب عادة تانية بدالها، أنه لو استبدل بعادة تانية كان أفضل. يعني كتير ناس أحياناً خلينا نقول ترفع عن الوظيفة بيوقف على عادة معينة هن عم يمارسوها لحد لا ما قدروا يتخلوا عنها ولا بدلوها بعادة تانية. فالموضوع على المستوى النفسي الاجتماعي كتير صح. إذا بدي أحكي على عادات إيجابية إلها علاقة بأنه أنا عندي لمة عائلة كل جمعة، عندي غدا معين او فطور يوم الجمعه مثلا، او مثلا كل اسبوع مره، او عاده معينه انه انا ما بدخن قدام كبار السن على سبيل المثال، قديش هذا الشيء ما بينظم لي وبيقوي روابطي الاسريه بيني وبين علاقاتي اجتماعيا، قديش ما بيخليني انا بيني وبين حواليني مرتاح. هذا هو اثر الفراشه. هذا هو اثر الفراشه. يعني كتاب قراته كمان من الكتب اللي بتحكي عن التنميه الذاتيه وعن العادات البسيطه يلي ممكن ما له اثر ملحوظ، بس تعالوا نتخيل على كوكب الارض كل الفراشات اجتمعوا بلحظه واحده ورفرفوا بتواتر واحد رفة واحدة. هذا الأثر الجمعي. طبعا. وأنا بقول أثر جمعي مو بنفس اللحظة اللي بيصير، بيصير بلحظات متتابعة. أنا عم جمع عادتي لحتى أكسب سلوكي. والله ما عم بحكي تنظير، عم بحكي شغلة مجربة. لا حقيقة. طيب. تعال نجرب شي شغلة تانية. شو بدي يحط بحقيبتي الرمضانية؟ اقتنعت من غدران نجم الأستاذة باسمها الكبير إنه أنا فعلا بدي أتغير وبدي أكمل بعد رمضان. شو لازم حط من رمضان بحقيبتي وزواتي؟ تعي نقول الصبر غيره. فينا نحكي الصبر، فينا نحكي نخفف انتقادات كأولوية. التقبل هذا الموضوع كتير أساسي. أنا لما أتقبل نفسي بأخطائي وأتقبل الآخرين بأخطائهم، هذا الموضوع بيخلينا نحن وياهم مع بعض على اتفاق. فكروا تماماً بظل التوتر نحن عم نعيشه حالياً بهذا الوقت، يعني للأسف نحن أشطر مننا ما في بإنه ننتقد بعضنا أو سوشيال ميديا طبعاً. أو لايف. فأنا إذا بخفف هذا الشيء وبتقبل إنه هناك آخر وهي أخلاقه وهي تصرفاته وهو يستقل مدام ما إله أثر علي، هذا الموضوع كتير بيساعدني. إضافة لموضوع الصبر أكيد مثل ما كنا عم نحكي إنه شوي حتى مو بس الصبر والتقبل،
التقبل، كنا عم نحكي على فكرة التعامل مع الانفعال والغضب، كيف أنا أتعامل مع غضبي. هلأ في شخصيات طبعه هو طبعه انفعالي وطبعه غاضب، يعني بصراحة ما حيقدر يغيره، بس بيضبطه. أها، بس بيقدر مثلا يعرف أو يقول أوكي أنا ما فيني أقول له لا تعصب، بس فيني أقول له لما تحس حالك بدك تعصب حاول تسكت ما تحكي، أو اطلع اشرب مي مثلا. أنا علمه كيف يتعامل، أو أنا أتعلم كيف أتعامل تماما مع هي القصص. لما بشوف الأمور دائما عم تضيق، يفترض أنه أنا أبحث عن الأشياء اللي بتساعدني شوي لأهدى ولأرتاح. هذا النقيض على فكرة، يعني كل ما كان اللي أمامي عصبي كل ما كنت أنا هادي، كل ما هذا الشيء ساهم بأنه الآثار تكون أخف. أوقات قديش مهم كمان لما منصلح الغلط عادي غلط بعادي غلط طبعا. أخرى يعني هلأ قلتي شغلة أنه معصب طلع أشرب كاسة مي، أنا أول ما خطر لي طلع أشرب سيجارة. سيجارة تمام. قدي نحن حتى بالشغل بالحياة اليومية أو يبدلوا السيجارة بالسيجارة الإلكترونية تماما. مثلاً كمان الأرجيل الإلكترونية يعني مثل بشكل عام ببدل عادة بعادة غلط، إنه أنا لأكبح هاي العادة ووقفها بروح باتجه لعادة تانية. على فكرة مهم عزيزتي لحتى أكتسب عادة جديدة أو أتخلي عن عادة سيئة إنه أنا فعلاً جبل بديل، بس يكون البديل مناسب. يعني هي شغلة كتير بتساهم إنه أنا فعلاً أكتسب بشكل أسرع. حتى يمكن على سيرة الكتاب اللي حضرتك كنت عم تقرأ أستاذ ورد، إنه كتير مهم فكرة إنه أنا بلش التغيير خلينا نقول من مدة قليلة، يعني أي شيء أعمله مثلاً لمدة 5 دقائق، لمدة 5 ثواني، ومن ثم تطول المدة. يعني مو ضروري أخذ القرار مباشرة بأنه أنا أخلق هذا التغيير، خلي يكون شوي في عندي مرونة، لأنه بصراحة لما أنا بكون كثير لا تجلد نفسك تماماً ويكون عندي شوية مرونة بجد وما علي كثير السقف من موضوع العادة اللي بدي اكتسبها. خلاص أنا اليوم ما عاد بدي أدخن ولا سيجارة، طب كيف وأنت عم تدخن باكيتين بهذا اليوم؟ ما لا ضغطة زر هي، خلينا شوي شوي وبهدوء وبمرونة نقدر نكتسب العادة الجديدة بعقل. يا سلام على هذا الكلام، ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا سعيد. وهيك رمضان كريم بما تبقى فيه، وإن شاء الله يا رب تستقبلي عيد الفطر بكل الطاقة الإيجابية اللي عودتينا عليها. أهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا ورمضان كريم يعني مرة تانية. شكرا مشاهدينا. واحد من أكثر الأمراض